يا اللي هبلتني روحي يا البوبونة تاعي، حرقتي لي مخي 30 سنة وانا صابر لك. ماشي انا اللي حابس على خطر المشاكل اللي عندي، هما اللي حبسوني 10 سنين وانا عند الطبيب نتبع عنده. وكي نتفكر المشاكل اللي عندي مع المرأة، واحد يقول نتزوج باش نريح وانا عامين معها في المشاكل، وثلاث سنين زيديهم تاع البحوث. إما لا على هذه أنا حبيت باش ما نزيد نتلاقى حتى بواحد بعد كامل على جدهم. خلي الواحد على الأقل يروح 30,000 سنة للفيتير. أهواه لازم أموا نقعد مدة هكذا باش نتعرف عليهم، نتعرف على عقليتهم وكيفاش يعيشوا وكيفاش يفكروا. مرتي تقدر تستنى يا أخي، المهم أنا نجيها قبل العيد. مرتي العزيزة، جا النهار اللي تكوني فيه فخورة بيا، ومسعود نجح ووفى بوعده. أنا راني رايح لونطرونتبيل،
وشنو مانيش راح نبطل، راح نعاود نولي 2018 قبل العيد ان شاء الله. ما تتقلقوش عليا، ان شاء الله نجيكم ساي صوف عزيزتي. سامحوا لي سامحوا لي صافا يا اخي ما كنتش قصدار لي غلط سي بار ازار صرات او شحيت الغد صاحب 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 سي نورمال سي نورمال ماكش فاهمي شكون انا دقيقه دقيقه فهمكم زيد باش نعرفكم براحي هلا وسمي زيد من 2018 يا مسعود واقيلا غلط رجعت 30000 يا مسعود واش درت 30000 سنه بالسنه سي بون وانتم ما تهضروا وما تسمعوا وما تريبوندي وغير هكذا كبر كولا اوكي ريحوا في قصتكم الله يتوبها ان شاء الله هذا اللي ندير المشينه تاعي ندير واضري وخليكم ها هو اللي خارج كيما دخلت وبلي يا نساو بلي انا جيت يا اخي ما ديروش عليا نساو لي شغل كاع ما جيت يا من عاش ولادي سمع نحسن ايبس كش ما كاين خالتي واش كاين علاش خالتي عفوا مولاتي نقيدش نقيبس روح عيطوا للبوزلوف قابلو بوزلوف لا بوزلوف اه سي بون كتقي صاي هذا باين ساحر بعثات الملكة حية نقيبس نديهم على بلاش بلي خالتنا تقيبس حاجة عادية مولاتي هذا جاسوس يقول باللي اسمه مسعود وجا من مملكة المستقبل جيت بتزاير وعليك شما قالوا لك اسمك مسعود اسمي ضحك اخلص ايه السعلوك حتى واحد ما يقطع الملكة هيدورة ملكة الملوك وعشر المملكات اسمك هيدورة تنكبش رجلي برق عينه حتى راجل ما دخل الغرفه تاعي ما تحشمش جيبوا لي طاكطاو امي هذه مريضه هذه هذا كنا نضحكوا كنا نلعبوا واش بيك بعد وليتي واش بيك انت اسمع اقول لكم حاجه هذه داويوها دوها سبيطار دي حسين سيروا تفلتكم لا والله العظيم ولا قطعوا لها ولا لقيوا لها ولا مي هذه اللي ضربها راح بوزلوف بوزلوف اتي اتي لعنة تاع الملكة حية بدات تخدم لها والمزاج تاعها بدا يطلع يلا يلا هلا وراك جاي ما نوليش الحبسة هنا نضحكوا دوكا كنا نلعبوا كيف كيف ونضحكوا على زعفتوا
خلكم انا قصروا انا خاطري خرجوا عليا خير ما نقطع له راسه. جيبوا هدايا انا خاطري انا ماشي منا انا من 2018 انا عبقري ماشي صحاب جيت من الجزائر. مسكينة خالتي لعنة دايرة فيها حالة. يا وسمك يا ابو شعوب شكون اللي طايح خشيت؟ بس نهضر معاكم في الحديقة الدنيا ولا نهضر معاك؟ افتح الباب. اسمع انا جيت من 2018 يا ابو شعوب هضر معايا. يا بنا بصح حبس ويدي وسختهم طفل يا حقار. انا عمري ما دخلت الحبس وش بيك؟ انا حقار وانت سحار على بالك تجي القصر هنا وتجيب الخماج والسحر تاعك واحد ما يفيق بيك. انا جبت السحر انا عفشك واحد ما يدنا الملكة هيدورة واحد ما ينجم يمز شعره من سكان هاد المملكة ما دامني انا حي. ديرها في بالك مليح. يا وراه راه عمرك تخبط عليا الباب تخلعني راه خسر شعرك والله ما تربحها. يا بك كيفاش خلصت عليا؟